ما هو الأمر بالنسبة للصفقات اللي تم الحديث عنها داخل أروقة نادي الزمالك المتعلقة بصالح جمعة وأحمد الشيخ؟ اتقفل الملف. صالح جمعة وأحمد الشيخ، هذا الملف أغلق، كان مفتوحا، وكان كلاهما قاب قوسين أو أدنى إلى الانضمام للنادي الزمالك، ولكن لحد قبل ما أدخل البرنامج كان الملف ده اتقفل، ملف الثنائي ده تحديدا، وهذا لا يقلل من كلاهما. يعني نتكلم على احمد الشيخ، عنده امكانيات كبيره جدا جدا. اعظم فترات وامكانيات احمد الشيخ ظهرت مع مصر المقاصه، فهو ورانا يعني في اماره. لعيب كبير عنده امكانيات كتير ما ظهرتش مع الاهلي كلها، لكنه الحقيقه قدمها مع المقاصه ومع الكابتن ايهاب جلال تحديدا. الاسم الثاني هو صالح جمعه. وصالح عنده امكانيات ما ظهرش منها الا القليل. رايح فين؟ لسه مش معروف. في عروض احمد الشيخ اللي عرفه انه كمان كان في بيراميدز بيتكلم عليه، انما بالنسبه لموضوع نادي الزمالك، بالنسبه لموضوع نادي الزمالك اغلق تماما احمد الشيخ وصالح جمعه. طيب ايه القصه في امير عادل؟ امير عادل الاداره الماضيه كانت مخلصه معاه، كانت متفقه معاه. امير عادل بقى او الكسندر ياكوبسون خلاص هو قريب من الزمالك، هو قريب من الزمالك، متبقي فقط الاتفاق على المقابل المادي للاعب، هو سينضم في صفقه انتقال حر، وبالتالي الزمالك موافق على ضم امير عادل. ده القرار اللي واخداه اللجنه، سواء اللجنه المؤقته او اللجنه الفنيه المطلعه ايضا على هذه الامور. المفاوضات دلوقتي شغاله بس على المقابل المادي، يبقى الزمالك موافق على ضم امير عادل وفاضل بس المقابل المادي.